سلام البنات، اليوم جيت لكم بواحد الوصفه مزيونه بنينه وغزاله وظريفه وما فيهاش المقادير بزاف، يعني في متناول الجميع، والمحتويات ديالها كلهم عندنا في الدار. اذا شنو عندي؟ رونديلات ديال البنجال مقلي بالموتزاريلا والفرماج والعدنوس وقزبر بلا شابلور والبيض مقلي في المقله. اذا شنو كنحتاجوا لهاد الوصفه؟ هذه كنحتاجوا انا هنا عندي دنجاله وحده كتقطع رونديلات رقاقين بزاف، رونديلات رقيقه بزاف حيت كندير وحده على وحده. اذا عندي هنا دنجاله، وانتم يمكن لكم تضعفوا المقادير على حساب الافراد العائله ديالكم. عندي شويه ديال القزبر والمعدنوس هنايا البنات، عندي شويه ديال الفرماج ايضا، ولا ديروا غرويير ولا شويه الموتزاريلا، شويه الموتزاريلا. وعندي هنايا جوج بيضات درت فيهم شويه ديال الثومه وشويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه، الثومه بودغ. عندي هنا الدقيق فيه الخماره ديال الكاطو، هنايا شويه الدقيق فيه واحد الخماره ديال الكاطو. وهنا البيشاميل درت فيها لوريون ودرت فيها شويه السوداني وشويه ديال المعدنوس يابس وشويه ديال الثومه بودره وقبيصه ديال الملحه باش كتجينا حتى هي من السماء. وغادي نخلطوها. واخا تشيط لكم البنات ممكن لكم تحتفظوا بها في شي قرعه دجاج وديروها في الثلاجه حتى نهار تكونوا باغيين ديروا عاوتاني شي واحد شي حاجه هكذا مقليه بلا شابلوغ وتجبدوها تستعملوها ما كتضيعش وكتكون من السما رائعه جدا. يلا حبيباتي نوريكم الطريقه كي كنديروا ليها. اذا اول حاجه كنشدوها هي هذا، كنديروا له في البيض هكا وكندير شويه ديال الموتزاريلا وشويه ديال الفرماج وشويه ديال المعدنوس، معدنوس وقزبر، وكنديرها عليها، كنبرك مزيان وكنحاول ندير في الطحين مزيان. ما تخافوش البنات راه ما كتحلش في المقله. نديرها في البيض، دائما نخدمو بالايدي ديالنا ونحطها في البيشاميل في وين انا البيشاميل تديش عليا راني صايمه البنات في الخبز يابس من السم شابلوغ. صافي وها هي واجده عندنا الخبيزه ديالنا، كنقدوها مزيان 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 مزيان. شفتوا البنات مزيان مزيان مزيان، كنحطوها ابار. نعاودو نفس الشيء للثانيه، كنديرو شويه البيض وكنديرو شويه ديال الموتزاريلا البنات، كندير داك البيض باش تلصق عليه الموتزاريلا، وكندير الفرماج كتجي مزيونه وبنينه البنات، شويه ديال المعدنوس والقزبر. كنجيب الاخرى كندير لها حتى هي البيض وكنبرك عليها وكنبدا نعدل الخبيزه ديالي مزيان. صافي كنديرها في الطحين البنات مزيان، تخافوش كاع عليها، هذه راه كتكون كتجي مجموعه وكتجي بنينه وغزاله. وكنديرها في البيض مزيان كاع الجوانب باش تلصق لي لا شابلور، نحطها في لا شابلور. لا شابلور البنات ديجا راه من السما، انا هذه لا شابلور ديالي درتها في الدار غير الخبز ديالي، المتبقى ديال الخبز ما كنلوحوش، كنيبسو في الفران وكنحمرو وكيعجبني انا محمر لا شابلور. عمرو لي يدي داك البيض قنط. اذا غنكملو هكا حتى نساليو جميع نتاعنا. دائما ندير البيض هو الاول وندير شويه ديال الموتزاريلا وشويه ديال الفرماج. كتشوفوني البنات مزيان شويه ديال المعدنوس وقزبر كما كتعجبكم نتوما ديروا لها ثاني عاوتاني لا ميم شوز، حتى هي البيض ونديرها في الطحين، ديرها في الطحين تشد ليا مزيان، شدها الجوانب يعني ندير الطحين مزيان ما نخافش، تخافوش كاع من داك الفرماج يتحيد ولا بالعكس راه كيدوب لداخل كيلصق، هو اللي كيزيد يلصق لنا هاد الطرطات نتاع الدنجال. صافي وكنبقى نشدها مزيان، نزيد لها الشابلور مزيان
باش تشد مزيان صافي انسي دو سويت حتى كنساليو كلشي اوكي. وهانتوما معايا ودابا غادي نقليو الرنديلات ديالنا بعد ما سخنات الزيت مزيان. غادي نحط لهم الطرطاس ديالنا ديال الباذنجان شدوهم مزيان نبقاو نشدوهم بيدنا مزيان نثبتوهم كنت جربت وحده صغيره تقدموا مع لاصالات تقدموهم بوحدهم هكذا يعني كيجي باسبارتو الدنجال. هنا نحاول نقلب يتحمروا غير كيتحمروا صرا طايبين كيجيو بنان البنات كيجيو زوينين. يلا حيت غنكمل كنكملو القليان ديك الساعه غادي نوريكم ها هما كيتقلاو شوفو كيراهم كيجيو محمرين غزالين كي غادي يكملو غادي نقدمهم نوريكم كيف غادي نقدمهم اوكي. يلا حبيباتي هانتوما معايا وها هو الطبق ديالنا نتاع الباذنجان معمر بالفرماج الموتزاريلا غزال 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 غزال. شوفوا البنات كي كيجي من الداخل فحال اون ديغي اون طارت شوف كيجي غزال البنات. كنتمنى انكم تجربوه راه كيجي هائل في المذاق وكيتقدم على هذا. انا قد كنقدمو على هذه الطريقه مع الخيار ومع الطوماط سوغيز وشويه الفرماج فوق منه وشويه المعدنوس. وانتم لكم واسع النظر حبيباتي كل وحده كتعرف تقدم الطبق الاطباق ديالها طبيعه الحال. احنا العيالات دائما مبتكرات كنبتكروا كنخترعوا كنقدموا نشوفوا الحاجه في الخيال ديالنا وكنقدموا واحد الطبق على غزاء مزوين نتو. والى هنا ينتهي الفيديو نتاع اليوم. مع السلامه.